من المنتظر يبت القضاء الأمريكي بعد قليل ما إذا كان مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق سيرسل إلى السجن بعد أن أقر بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان المدعي الأمريكي الخاص المكلف بالتحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية روبرت مولر قد أوصى بعدم الحكم بالسجن على مايكل فلين نظرا لتعاونه الكبير مع التحقيق، فيما تجمع عشرة المتظاهرين أمام المحكمة التي يرأسها القاضي إيمت سوليفان مطالبين بسجن فلين. يلتحق مستشار الأمن السابق مايكل فلين بقافلة متهمين آخرين في تحقيقات روسيا، يمثلوا أمام القضاء الأمريكي بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي. تقريبا كل الذين ساعدوا ترامب والذين تورطوا معه بقضية تورط في الانتخابات مع روسيا الآن أصبحوا شبه مدانين كلهم. أعتقد أن هذا يعني أن الجدران تنغلق على الرئيس الأمريكي نفسه، وبالتالي سنرى طبيعة الحكم، ولكن بكل تأكيد هذا ليس يوم جيد للرئيس الأمريكي. تشير لائحة الاتهام إلى أن فلين تجنب قول الحقيقة في قضيتين: اتصالاته مع سفير موسكو لدى واشنطن، والاتصالات مع دول من بينها روسيا لمعرفة موقفهم من مشروع قرار أممي تقدمت به مصر يندد بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية. الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي هي جريمة تستوجب عقابا يصل إلى السجن، لكن فريق المحقق الخاص مولر تساهل مع فلين وأوصى بعدم سجنه بعد تعاونه التام خلال التحقيقات. السؤال الذي يفرض نفسه هو إلى أي حد وصل هذا التعاون؟ كان فلين أول شخصية يتم طرده من البيت الأبيض على أساس تورطه مع روسيا، والآن رأينا بعده الكثيرين، رأينا الكثير من الإدانات، أعتقد أنها لا تبشر بالخير للرئيس الأمريكي. كان فلين مستشارا خلال حملة ترامب الرئاسية، ثم عين مستشارا للأمن القومي في البيت الأبيض بعد فوز ترامب. لم يبقى الرجل في منصبه سوى 25 يوما ليقدم استقالته في شباط فبراير من العام الماضي. تم استجواب فلين نحو 20 مرة، قدم خلالها معلومات يقول خبراء قانونيون كانت جوهرية وجاءت في التوقيت المناسب بشأن تحقيقات روسيا. يتوالى السقوط في فخ مولر، وما بدأ بتحقيقات عن الاتصالات مع روسيا أصبح ما لا يقل عن 4 تحقيقات جانبية. أما ترامب فتضيق الحلقة من حوله أكثر فأكثر مع سقوط عدد أكبر من المقربين منه في تحقيقات روسيا. ريما محمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. ينضم إلينا من واشنطن مسعود معلوف، وهو خبير في الشأن الأمريكي ودبلوماسي سابق. أهلا وسهلا بك. يعني المرجح حتى الآن كما نقرأ ونتابع هو إصدار حكم مخفف على فلين، هل يبدو ذلك مقبولا بالنسبة لخصومه علما أنه اعترف بأنه كذب على الـFBI؟ نعم، القرار النهائي يعود للقاضي، مع أن المحقق الخاص روبرت مولر طلب عدم سجن، طلب من القاضي أن لا يحكم السيد مايكل فلين بالسجن، ومحاموه أيضا يطلبون عدم سجنه، وذلك لأنه تقدم بتعاون كبير جدا في المحاكمة. ولكن علينا أن ننظر هنا إلى أمر خاص، وهو ما هو الجرم الذي ارتكبه فلين. الجرم كبير جدا، إذ أنه ليس فقط تعاون مع الروس أثناء الحملة الانتخابية، ولكن في الحمل في المرحلة الانتقالية، أي قبل أن يستلم ترامب الرئاسة، اتصل بالسفير الروسي لقضية هامة. كان الرئيس أوباما قد طرد من واشنطن 35 دبلوماسيا اتهمهم كانوا متهمين بالتجسس على الإدارة الأمريكية، فطردهم الرئيس أوباما. اتصل هنا مايكل فلين بصفته معينا كمستشار أمن قومي، وبصفته المقربة من ترامب، اتصل بالسفير الروسي قبل أن يتسلم الرئيس ترامب الرئاسة رسميا، وقال له وتمنى عليه أن لا تقوم الإدارة الروسية بأي ردة فعل، لأن ترامب عندما سيستلم الحكم سيعيد النظر بكل هذه الأمور. هذه هنا الجريمة الكبرى التي ارتكبها، لأن القانون الأمريكي لا يسمح إطلاقا
اطلاقا وهو صارم جدا. نعم. من هذه الناحية لا يحق للإدارة القادمة أن تقوم بأي عمل سياسي قبل أن يتسلم رسميا الرئيس الجديد. نعم. بعض الجهات كانت تعولت على فلين كشاهد يمكن أن يشي بمعلومات قد تضر بترامب وأيضا بعائلته وفي مقدمتهم جارد كوشنر صهر ترامب. يعني هل هذا يعني أنه دوره لم ينتهي بعد؟ دور فلين لم ينتهي بعد؟ دور فلين لم ينتهي بعد لأن ربما قد يكون ما زال لديه معلومات إضافية. المشكلة هنا أن الموضوع قد أصبح مسيسا وهنالك الكثير من الناس الذين يتمنون أن تصيب هذه المشكلة تصيب الرئيس أن تصل إلى الرئيس ترامب وتعرقل عمله أكثر وأكثر وأن الرئيس ترامب يرفض إطلاقا ويحارب هذه المحاكمة الجارية وهو منذ الصباح الباكر اليوم بدأ بالتغريدات متمنيا الحظ السعيد لمايكل فلين في المحاكمة التي ستجري والتي بين لحظة وأخرى سيصدر القرار بحقه إما بأنه لن يسجن وإما بأنه سيحكم بالسجن لفترة معينة ولكن القاضي حتى القاضي بنفسه سيتخذ قراره في ضوء ما إذا كان هنالك إمكانية للحصول على معلومات مفيدة أكثر من مايكل فلين في هذه التحقيقات الجارية. شكرا جزيلا لك مسعود معلوف الباحث المختص في الشأن الأمريكي والدبلوماسي السابق متحدثا إلينا من واشنطن.